صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. يوم وصلنا لاخر نهار ختام معرض الكتاب الفرنكوفوني ببيال. اذا بعد ما زرتوا اليوم اخر نهار ضروري تزوروه، واليوم اكيد حافل بالنشاطات والتوقيعات. اولا بحب اشكر كل اللي شاركوني امبارح بتوقيع كتابي، من العائله، من الاصدقاء، من الزملاء، من السلك الدبلوماسي، من الوزراء، كلنا مبسوطين وجمعنا كلنا كرمال يعني ذكر والدي اللي بقدم له كل ايامي اللي بتكون اكيد مليئه بهالمقابلات الحلوه، واللي كان هو دائما يشجعني ويحضرها واكيد يلهمني ايضا. وايضا اليوم بدي اقول انه بمعرض كليب الفرنكوفوني في لو بري فينيكس اللي متر الكسندر نجار راح يقدمه، والربحان هو وجدي معوض لكتابه ليما. اليوم كمان تابعونا بحلقه الخاصه الساعه 6 من معرض كليب الفرنكوفوني. كما انه بشرفني اني اقدم شخصيا جائزه للي ربحانين بلا ديكتي الساعة 5:30، وأيضا في محاضرة لستاتيو دي فام دون لي زيكري دو عزة أغا ملك اللي كمان رح شارك فيها المحاضرة الساعة 4، وكمان أمور مهمة. ولكن اليوم بحب رحب باستديوهات الأم تي في، وهذا شرف كثير كبير إلي، بدكتور أنطوان مسرة. أهلا وسهلا فيك. بيشرفني حضورك معنا باستديو الام تي في. هيدي اول مره بستضيفك ولكن اكيد مش اخر مره. اهلا وسهلا فيك. ودكتور جورج قرم، اهلا وسهلا فيك باستديوهات الام تي في. حضرتك استضفتك عدد من المرات لانه كتبك مهمه جدا وعلى طول بتنورنا على الحاله الاقتصادية وأيضا السياسية. أكيد حضرتكم يعني ما مش ضروري نعرف على حضرتكم، معروفين، ولكن دكتور أنطوان مسرع حائز على دكتوراه بالقانون وعلم الاجتماع، وأيضا عضو في مجلس الدستوري، وأيضا منسق الماستر في العلاقات الإسلامية المسيحية بالجامعة اليسوعية ببيروت. كما أنك حضرتك أستاذ زائر ما بين فرنسا وألمانيا والأردن وغيرهم من البلدان، وعضو بكثير من المؤسسات الإنسانية والثقافية، وأصدرت عدد كبير من الكتب. أهلا وسهلا فيك. دكتور جورج أرم حائز على دكتوراه دولة بالقانون، وأكيد باختصاص القطاع المالي، حائز على إجازة بالعلوم السياسية، وحضرتك كمان شغلت مناصب مهمه جدا كمستشار لحاكم مصرف لبنان ووزير للماليه بحكومه الرئيس سليم الحص، واستاذ جامعي بعدد من الجامعات، واستاذ كتب مهمه جدا باللغه الفرنسيه. واليوم عندك محاضره الساعه 6 وتوقيع الساعة 7. عندك ثلاث كتب رح توقعهم، رح نحكي عنهم سريعا. Docteur Messara, théorie juridique des religions par le, des régimes parlementaires mixtes. هو كتابك اللي وقعته بسالون دو ليفر، وبالعربي النظرية الحقوقية في الأنظمة البرلمانية المركبة، وتقدم مقاربة كمان حقوقية طالما يعني افتكرت، وهي عن البحوث اللبنانية وعلى المستوى المقارن ايضا. شو هالكتاب بيقدم شيء جديد ما قدمه غير كتاب؟ شو بيقدم جديد؟ هو العنوان قد يبدو صعبا، يبدو صعبا، ولكن عمليا عملي جدا. نعم. هو بياخذ الخمس مواد بالدستور اللبناني، 9 و10 و19 و65 و95، نعم، اللي أكثرية الكتاب والمؤلفين بحطون بسلة مهملات الطائفية، إما ما بيدرسون أو بيرفضون إيديولوجيا أو بيعملوا سجالات حولهم. هول المواد تبدو للناس وكأنها مواد خارج القانون. نعم. قد يكون لها مساوئ طبعا مثل كل شيء، ولكن قوانين هذه ما كقواعد موجودة بدساتير بالعالم، في أكثر من 30-40 دستور بالعالم فيها قواعد من هالنوع مهمة جدا وبدها تنتظم. نعم. كيف تنتظم؟ هلا كل شيء مثل بقضية الصحة، يعني واحد بيكون بجوز صحته منيحة، لكن إذا نظامه الغذائي سيء
ونمط حياته سيء صح بيخرب ما في شك مثل ما هون المواد اللي بنحطهم بسله مهملات الطائفيه قاعدة التخصيص حلو هالمثال ايه دكتور قرم قاعدة التخصيص والإدارة الذاتية لأحوال الشخصية والمادة 65 كيف تتخذ القرارات في بعض القضايا أكثرية موصوفة نعم هون دراسة مقارنة قانونية لهالقضايا إنه هيدي خاضعة لرجيم مثل الرجيم الطعام إلها كمان رجيم نعم وإذا صححنا الرجيم بتصير صحتنا منيحة طبعاً هلا بجوز في كثير أشخاص كل واحد منا عنده صعوبات صحية نعم. خطرة أو مش خطرة صح إذا اتبع نظام معين بيمشي حاله نعم أكيد. بتخطاها نعم وبتتحدث أيضاً عن المبدئين اللي هن الشرط البديهي للديمقراطية واللي هن الفصل بين السلطات ومبدأ قاعدة الأكثرية وبتقول إنه النظام الدستوري اللبناني هو برلماني مركب أو تعددي ليه؟ لقط الموضوع بالأساس لأنه كل الالتباس والتلوث والسجالات كانوا عن قضية هالشغلتين نعم نظرية فصل السلطات نظرية عالمية بكل الأنظمة الاستثناء نعم ونظرية قاعدة الأكثرية كمان عالمية هلا كيفية تطبيقها تختلف وهون مش كل الديمقراطيات أكثرية نعم لكن قاعدة الأكثرية تطبق بأشكال متنوعة وفي أمثلة عديدة هون والفعل أنا بنظري أنه مادة 65 وتحدد 14 قضية بدهم أكثرية موصوفة بالفعل يعني قصد فيها مخيلة دستورية كبيرة لكن بدها انضباط ما في شك بدها انضباط نعم وبتقول انه الإدارة الديمقراطية التعددية تعرضت للاختراق ما بين 1975 و1990 طبعا لانه ما نوع هذا الاختراق هلا هالأنظمة هيدي هي عادة موجودة ببلدان صغيرة نسبيا نعم وبمحيط اقليمي صعب مثل نعم. سويسرا نعم. انا كثير بستشهد بحالة سويسرا اللي خلال سنوات عديدة ما استقرت سويسرا إلا وقت صار جوارة أقل عدائية وأكثر ديمقراطية والأوضاع التعددية بهالبلدان تستغل وتستعمل كأداة لزيادة الصراعات وهون بلتقى مع دكتور أورم قضية الأديان نعم شو رأيك دكتور أورم بما يقول صحيح يعني دكتور أنطوان هلا يعني وصف بشكل غير مباشر وضع لبنان كدولة حاجز بفر ستيت والعائلات اللبنانية منذ القدم إلى ولاءات مختلفة للدول الجوار يعني ومثلا بتاخذي كورسيكا اللي عم بتطلع عليها نعم على كل حال رح نرجع نكمل ولكن عنا وقفة مشاهدينا الكرام نتابع حلقتنا الخاصة مع دكتور أنطوان مسرة ودكتور جورج أورم كنت عم بدي بلش ابدأ بأسئلتي عن ثلاث كتب اللي عم بتوقعهم الليلة الساعة 7 بمعرض كتاب الفرانكوفوني pour une lecture profane des conflits وبكتابك بتدعي القارئ إلى فهم ما هي معايير الحرب اللي عم بتدور شوي بشرق الأوسط وعلى طول بكتبك دكتور أورم بتجرب أنه تدفعنا إلى فهم معين وبتصور إدراك ما عم بيصير حولنا لأنه هذا أهم شيء تواحد ما يجي يعيد الغلط ها هو الكتاب هو هذا الكتاب الجديد اللي طالع التانين كتب سبع انه صح. صدرت بس عملت لها تحديث نعم. كامل كتاب نعم. عن لبنان تاريخ لبنان والثاني عن انفجار المشرق العربي نعم. في هذا الكتاب اللي عنوانه من اجل قراءه وضعيه للنزاعات نعم. وفي عنوان فرعي حول عوده الظاهره الدينيه في نزاعات الشرق الاوسط انا عم ندد بالطرق التبسيطيه المسطحه لتحليل النزاعات أي نزاع مسلح فيه أسباب متعددة صح. فيه فرقاء متعددين أيضا الوضع بسوريا بدل على ذلك ما في شك ونحن وقت ما دخلنا بالحرب الشعواء بين 75 و90
كان النزاع معقد لآخر درجة، بس أنت عندك ميل عند الناس اللي بنهاية الأمر مبسوطين بهالنزاع، عم بيستفيدوا منه أو بيستفيدوا أو في عندهم كره لفئة معينة من السكان، أنه ببسطوا القصة، أنه في ناس أشرار من جهة وفي ناس ممتازين من جهة تانية. بس وقت ما في مذابح، إذا الفئة اللي أنت بتعطيها ولائك بتعمل مذبحة تبرم بوجهك ما بدك تشوفيها، أما إذا هي الفئة الأخرى يا لطيف بتقوم القيامة. فأنا هون بدعي لتحليل وضعي، يعني أنه الواحد يبعد عن التحليل العاطفية. أنت إذا بتعملي تحليل على أساس ديني هي عواطف، ما في شك، انفعالات، أو على أساس إتني كردي عربي أرمني كذا، أو على أساس مذهبي سني شيعي روم أرثوذكس كاثوليك بروتستان، بتصير مشاعر الناس والناس ببطلوا يقدروا يحللوا شو عم بيصير. وإذا بدنا نوقف أي نزاع أو إذا بدنا نمنع حصول نزاعات بدنا دايما نكون متنبهين أنه الواقع معقد، صح، وما فينا نحلله بالعواطف. وإذا الواحد ما لازم ننجرف كمان مع الآخرين. أنا دايما بعطي هالمثل البسيط خصوصا مع مثلا ناس من الدول الغربية، بقولهم نحن ما بنحارب إسرائيل لأن يهود، لو إجوا بوذيين واحتلوا فلسطين كان رح يكون في مقاومة. ولكل عصر من العصور الواحد بيعطي على الموضة نمط تحليل، صح. مثلا ايام كان الاتحاد السوفيتي بعزه كل شيء كان عم بيتم تحليله على صراع الطبقات والامبرياليه والراسماليه، قبل ذلك بالقرن التاسع عشر القوميه على الطريقه العلمانيه الفرنسيه العلمانيه. نحن من وقت ما انهار الاتحاد السوفيتي اجى مسيو هانتينغتون كرس الطرح انه في صراع حضارات اللي بفسر النزاعات اللي عم بتصير، ويلا مشوا صراع الحضارات يعني صراع أديان، ويلا والعرب مشوا فيها والغربيين مشوا فيها وصار عندك سلطة براس الناس. يعني بهيدا الكتاب واحد شوي كمان بيوعى على المواضيع اللي هي من أساسها ومن فوق الأربعين سنة عم بتخلينا نمشي على طريق الغلط اللي هي الانفعال اللي بيأججوا الصراع أو بحبزوا الدخول بالصراع بدهم تبرير. لأنه وقت ما بتقتل إنسان هيدي شغلة فظيعة الشكل، واحد ياخذ الكلاشنيكوف ويقتل إنسان شيء فظيع. تبرري تعطي شرعية لهالعمل الوحشي بدك أنت تعملي غسيل دماغ. فهون هيدا الكتاب حتى الناس يقدروا يوقفوا ضد غسيل الدماغ ومستقبلا نمنع حصول هالنزاعات الدموية. وبمنطقتنا يعني صارنا من 200 سنة بالنزاعات الدموية، لأنه الأديان وسيلة تبرير سوقها ماشي يعني، صح، وخاصة لسوء الحظ هلأ بالقرن الواحد وعشرين. يعني عم نرجع لأول ما كانوا الحروب كانت حروب دينية وعم نرجع على ذات المشكلة. بس نحن بننسى دايما أنه ما في نزاع ما له محتوى أطماع أو شي قائد سياسي كبير بده يوسع مملكته وإمكانياته، أو عندك أطماع مادية على موارد طبيعية على كذا، أو عندك الواحد يعني بده يفرجي أنه قبضاه كتير كبير مثل جورج بوش جونيور مثلا. نحن بننسى شو طبيعة النزاعات. ما في نزاعات من وراء الدين أساسا أو من وراء أنه في ناس أشرار، في محور شر مثل ما قال جورج بوش جونيور، في محور خير يعني مثل ما قال دكتور مسرة. هذا طريقة تحليل مختلفة، صح، هذا يمكن إعادة التأهيل. في اليوم خبراء في استغلال الدين في التعبئة السياسية، ما في شك، عادة الجامعيين ما بيفجر دقاق. حتى بالأبحاث الأكاديمية أحيانا بتشوف يعني أبحاث أكاديمية الطابع بس بتمشي بهالثنائية، مثلا بتمشي بهالثنائية انه في جماعة أشرار وفي جماعة ملائكة، ما في شك. أنا بس آخر سؤال إلي دكتور كورم لإلك، بلوليبان كونتمبورين بتحكي عن تحليل خاصة عن المحكمة الدولية، كتير حلو هالتحليل، وتصور في مفاهيم جديدة، إذا هيك
بدقيقة بتقدر تفسرنا عن هالتحليل؟ يعني أنا آخر جزء من الكتاب اللي مكرس للفترة منذ اغتيال الرئيس الحريري يعني عم فرجي قديش قرارات الأمم المتحدة على لبنان صارت بتحط لبنان كأنه لبنان بالسجن تحت مراقبة وهيمنة دولية. نعم. وطيب وبعد 7 سنين من الاغتيال وسلسلة الاغتيالات الغاشمة اللي نعم. أدت بحياة ناس بنحبهم وبنعزهم ما التقى شيء. نعم. ما نشاف شيء إلا بآخر بعد 7 سنين وأنشأ إنه إيه إنه هيدا في حزب سياسي لبناني نعم. هو داخل نعم. بالقصة يعني انصرفت أموال باهظة بالموضوع بين لجنة التحقيق وبعدين المحكمة الدولية قد ما صار فيها استقالات من القضاة نعم على الضغط ما في شك. على كل حال كتبك رائعة، 3 كتب اليوم رح توقعون الساعة 7 بمعرض كتاب الفرنكوفوني ومحاضرة الساعة 6 مهمة جدا، وأكيد بنرجع بنستضيفك بفقرات كتاب ايضا دكتور أنطوان مسرع. بتشكر حضوركم دكتور قرم دكتور مسرع، هيدي كانت حلقه مميزه مع حضرتكم وبالتوفيق للتوقيع. ميرسي شكرا. مشاهدينا الكرام انا بشوفكم الليله لاخر حلقه مباشره من معرض كتاب الفرنكوفوني والثالثه كمان بحلقه جديده من كتاب. هلا بنبقى مع زميلتي ولا بعد البريك.